السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى واجمل بنات في الدنيا. حبيب قلبي النهاردة ان شاء الله جايب لكم وصفة تحفة جدا لتطوير الشعر وتكثيف الشعر، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. الوصفة ديت بثلاث اعشاب فقط، اعشاب سهلة وبسيطة ورخيصة جدا، تكاد تكون موجودة عندكم في البيت باذن الله. اهم حاجة لازم تعملي الوصفة صح علشان تستفادي بالوصفات اللي احنا بنعملها. الوصفة دي بتعمل على تطوير الشعر، كمان بتمنع التساقط، وكمان بتنعم الشعر وبتمنع القشرة. تابعيني لاخر الفيديو عشان تستفادي بالوصفة بتاعتنا ان شاء الله. وما تنسيش لو اول مرة تدخلي قناتي اشتركي معايا في القناة واضغطي على زر اشتراك او سبسكرايب، وكمان لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وشير لكل اصحابك. يلا بينا هنبدأ الوصفة بتاعتنا ونشوف ايه الاعشاب اللي انا استخدمتها في الوصفة الجميلة دي، ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا هحتاج معايا النهارده ثلاث انواع زي ما قلنا من الاعشاب. الاعشاب دي انا جايباها من عند العطار، وعلى فكره مش غاليه خالص، يعني الاعشاب اللي انتوا شايفينها ديت كميه كبيره اهي. كل اللي انا جايباهم دول ما عدوش العشرة جنيه. تمام، هعمل ايه بقى؟ دي اول عشبه معايا. العشبه ديت اسمها القرفه او الدارسين زي ما انتم شايفين، وده طبعا بيكون شكلها، هي بتبقى عبارة عن عيدان بالشكل ده. تمام، انا معايا هنا القرفة، انا هحتاجها مطحونة مش هحتاجها اعشاب. انا هحتاج معلقتين كبار من القرفة المطحونة، وانا هوريها لكم اهي برضو. اهي ادي القرفة، دي القرفة المطحونة بالشكل ده، ويفضل ان احنا نجيبها عيدان يا بنات، وانت تطحنيها في البيت بنفسك علشان تتأكدي انها ما يكونش مختلط عليها اي حاجة من عند العطار. ده بالنسبة لاول عشبة هحتاجها معايا. اما تاني عشبة هنحتاجها النهاردة هي العشبة دي، واسمها ورق الجوافة. ورق الجوافة دي بنجيبها برضو من عند العطار اهو، ده بيكون شكلها، هي عبارة عن ورق كده عامل زي ورق الشجر. انا هحتاج حفنة واحدة فقط من ورق الجوافة ده اهو زي ما انتم شايفين كده. ده بالنسبة للعشبة التانية. تمام، انا هجيب الاول طبق عشان ايه نحط مع بعض كده في الطبق. ده الطبق اللي انا هستخدمه دلوقتي وهعمل معاكم الوصفة فيه، والوصفة اللي انا بعملها دي بستخدمها، هضع فيه اهو معلقتين القرفة المطحونة زي ما اتفقنا بالشكل ده اهو، ادي معلقتين من القرفة، وكمان هحط حفنة من ورق الجوافة زي ما قلنا اهو، حفنة بايديكي كده اهيت. اخر مكون معايا بقى، والمكون ده رائع جدا جدا للشعر، وابحثي عن فوائده وهتعرفي زي ما انا بقولك بالظبط، هو الروزماري. عشبة اسمها الروزماري، هحتاج منها برضو يعني تقريبا معلقتين او حفنة صغننة اهي، شوفي يعني انا حطاه في ايديا اهي بطبق عليها ايدي، عبارة عن حفنة صغننة بالشكل ده، برضو هضيفها على الاعشاب اللي انا اخترتها دي كلها اهي بالشكل ده. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هكون محضرة معايا بقى كاتل مية سخنة بتغلي. لازم نغلي مية في الكاتل، بلاش نرفع المكونات دي على النار عشان في زيوت طيارة، ما ينفعش ان احنا نرفعها على النار، بنضيع الفايدة بتاعت الاعشاب بتاعتنا دي. انا هضيف دلوقتي لتر مية سخنة على الكمية اللي انا عملتها دي، وهقولك تستخدميها ازاي. انا هبدأ اضيف دلوقتي المية المغلية في الكاتل بتاعي بالشكل ده اهو، وزي ما اتفقنا مش عايزين نرفع الاعشاب دي على النار علشان الزيوت الطيارة الموجودة فيها احنا عايزين نستفاد بيها بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. انا ضفت اللتر مية على الاعشاب بتاعتي دي، هبدأ اعمل ايه بقى؟ هبدأ اقلبها بالشكل ده اهو، هنقلبها كده عشان بس ايه يعني احرك الاعشاب في المية، وهنغطيها ونسيبها لحد ما تبرد تماما، هنسيبها لحد ما تبرد خالص
وبعد كده هقولك هنعمل ايه. بعد ما تبرد خالص هنشوف هنستخدمها ازاي وهنعمل بيها ايه. هبدأ دلوقتي اشيل الغطا، شايفين المية اللي بتبقى مشبرة ديت. انا كده يعني عشان الزيوت الطيارة الموجودة في الاعشاب انا مش عايزاها تطلع، انا عايزة استفاد بيها في الوصفة بتاعتي. هبدأ اعمل ايه بقى؟ هنبدأ نجيب طبق تاني، هي تقريبا كده بدأت تبرد، هجيب طبق تاني وهجيب الوصفة بتاعتي بالشكل ده عشان انا هصفي الاعشاب دي، لان انا مش محتاجة غير المية بتاعة الاعشاب فقط زي ما احنا شايفين اهو. انا صفيتها بالشكل ده، كده الوصفة بتاعتي بقت جاهزة ان انا استخدمها. هستخدمها ازاي؟ هنغسل بيها شعرنا. اول حاجة طبعا لازم نغسل شعرنا كويس جدا بالشامبو وانتي بتاخدي الشاور بتاعك، وبعد كده هناخد الوصفة بتاعتنا دي وهنغسل بيها شعرنا وندلك بيها الشعر كويس جدا. انا مش عايزاكي تغسلي الشعر بس، لا ادلكي باطراف الاصابع عشان التدليك ده مهم جدا، بيقوي ارضية الراس وبيعزز نمو الشعر وبيخلي الشعر يطول بسرعة. ان شاء الله باذن الله الوصفه دي فعاله، وكرريها مرتين بس في الاسبوع مش اكتر من مرتين، هتديكي نتيجه تحفه جدا جدا. حبايبي دي كانت الوصفه بتاعتنا، وصفه سهله وجميله جدا، اعملوها وان شاء الله باذن الله تستفادوا بيها. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفه حطوا لايك للفيديو، شير لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، وان شاء الله استنوني في فيديوهات كتير. وما تنسوش تشتركوا معايا في القناه ونضغط على زر اشتراك او سبسكرايب، وكمان نضغط على الجرس عشان كل الاشعارات توصل لكم باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد وصفه جديده مع جيجي كل حياه. حبيب قلبي اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، شير لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد وصفه جديده مع جيجي. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.